سماحة الشيخ هذا سائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟ ينفث على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفث عليه بريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها 7 مرات، يقرأ آية الكرسي ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين يكررها 3، هذه الرقية. وينفث معها ويدعو الله اللهم أثم الباس رب الناس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا حسن. وإذا قال اللهم اشفه اللهم عافه اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يا أرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس. حفظكم الله.